طبعا اليوم هسويكم روتيني، طبعا روتيني أجرب وياكم أشياء، هنا 4 أشياء تقريبا ما أدري. فوكي طبعا شي استنى، رجعت من المدرسة وكلش كلش راسي دلوقتي، وامتحان الشهر الثاني مال قبل نهاية السنة، والشهر الثالث باكر على ما نقعد. أول شي حتريق روبة حتريق، لأن ما أريد أي شي، جاز أريد خفيف، مجرد روبة بس. هسه أفتحها وناكلها ياكم. أوكي بسم الله. ونبلش ثقيلة، أتوقع يعني ما حاكلها كلها يعني مرة. بسم الله نجرب. ما هي روبا يعني؟ بسم الله. طيبة روبا عادية يعني. بسم الله. اوكي طبعا راح اكل واجاوب على اسئلتكم. طبعا هذا كتبت اسئلوني هنا، سألوني فهاكل وقرب أسألكم. بسم الله. نجي لأول سؤال، بس دقيقة أريد أثبت الموبايل وأجيكم. يلا بسم الله. نجي لأول سؤال، بسم الله، ليش مختفي؟ أوكي الصراحة أني جات عندي امتحانات الشهر الثاني وهسه بديت بالشهر الثالث، فوالله ما عندي اي وقت، وهسه صوتكم فيديو اني عندي امتحان اسلامية، فكون متأكدين انه انا والله عندي امتحان ولا مو عندي راح اصوركم. نجي السؤال الثاني، احبك، شوف ايش كاتبة، احبك عمري، بس دقيقة خلي يوضح، بس متى يوضح هذا؟ أحبك عمري، أوكي، أني أحبك كل شوي، لا فيه كمل القلب. طبعاً أنا عندي ناس متابعيني، شنو هوايتك؟ هاي طبعاً، شنو هوايتك؟ هوايتي إنه دكتورة، هوايتي دكتورة والله من زمان نفسي نصير دكتورة. بسم الله. نجي للسؤال الرابع، هلا أسو، هلا عمري، لا فيكم، إيش قد عمرك ومن وين؟ هذا شوف السؤال لطيف، إيش قد عمرك ومن وين؟ أحبك رتي بليز. اللهم تير عمرك، عمري يوقفو علي صف سادس، عمره 12 اي، ومن بغداد، وبس احبك اني، واني هماتين احبك بس. خلصت اسئلة يعني هم كلش شوي يادوب كلهم، بس نجرب وياكم لانو هاني الصراحة بنترشني في فول سوداني مقرمش كل شحفة الأشياء. ماي كار، شنو هاي؟ تويك تويك، يلا ما أدري صراحة، نويت الروبة لين ما أدري ما أكل. أوكي باي، انتظروني. أس انشب والله كذابي، لا تقعد منه هو.
مرتين شكله طبعا اختي قاعده تسوي نار سوينا نجرب والله انه مو سبايسي مو سبايسي عادي نجرب هاي الحمراء كلش بالتصوير سهلة ما حلو اوكي هو الدقة كل شيء